السلام عليكم. وعليكم السلام. مس فاكراني؟ ازيك يا يوسف يا حبيبي، عامل ايه، اخبارك؟ فاكراني يعني؟ ايوه الحمد طبعا، لله. ازيك، كويس. عامل ايه، ايه الاخبار؟ الحمد لله. يا رب تكونوا بخير يا ولادي، يا رب. ايوه مس؟ ايوه هو انت المس الجديده بتاعت الدين اللي هتدينا؟ انا ويا رب يعني تبقوا مستمتعين بالحصة معايا ان شاء الله. السلام عليكم. حبيبي عليكم السلام، صباح الفل يا شام. مس السلام عليكم يا ايوه، كله داخل متفاجئ من الميس الغريبة دي. ثانية ايوه ايوه مس نعم مس نعم وانت المس اللي كنت الترم اللي فات كنت جاي مكان مس الدين ولا لا؟ افتكر كده. هو انت مس امل؟ امل ايوه للاسف الشديد انا مش عامله ايه يا مس؟ قال ايه يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويقول ينعاد عليكم عامله ايه يا مس؟ بالخير. الحمد لله يا ابني، الحمد لله، ويجعلها سنه جميله مباركه علينا وعليكم يا رب، وبدايه خير وبدايه سعاده حبايب قلبي، وسنه جميله ان شاء الله. طيبة يا السلام مس. عليكم، بالصحه والسلامه يا ابني، ربنا يصلح حالك يا ابني يا رب. السلام عليكم يا مس. يا صباح الفل، يا صباح النور، عامله ازيك يا ايثار، عامله ايه يا روحي؟ الحمد لله. صباح السلام عليكم الفل يا مس. عليكم. انا عايز وعليكم رقمين. السلام، ازيك يا مس؟ ازيكم يا حبيبي، اهلا، وحشتني انت اكتر يا مس. وحشتني خالص. مش المفروض حصتك النهارده ولا لاخوك ضحكوا علينا؟ بصوا غيروا الحصه. وانا يا ابني وانا مس من اولى اعدادي. مين تاني اعدادي؟ ايه تالت اعدادي، كانت حصه تالت اعدادي. اولى بتتم يوم عارف يا بس. هو انت ليه بس ما ادتنيش في الترم الاول؟ ما مش عارفه. هو الترم الثاني بقى تسمع اغنيه قالت لي اديهم بقى خلاص. عاملين ايه الاول؟ صباح الفل عليكم. نعم يا حبايب قلبي، نعم. هي دي سلامية؟ سوري كنت ايه؟ دي سلامية؟ السلام عليكم ناس ايه؟ ايه؟ مش عارفه هي عارفه ولا ايه؟ انا عايزه واحد بس يتكلم والتاني يقفل المايك عشان اسمعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا، يا صباح الفل والجمال والياسمين كله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنفتح كده كتابنا حبايب قلبي بتاع فلاحة الميز، وهنبدا كده باول درس مع بعض نفتح بيه. بسم الله، اللي معوش الكتاب مش مشكله على طيب يا فكره. مس، مس انا عندي اه سؤال. اتفضلي يا بنتي، اتفضلي. مش انت المس اللي جيتي المكان الترم اللي فات جيتي المكان المس بتاعت الطيبة؟ اه جيت حصة واحدة كده بس ومشيت تاني. هو انا بقى كنت ميس شريرة قوي صح؟ لا معلش بقى، امر الله. نعم يا مس، انت كنت مس شرحك حلو الصراحة الله يعني. يرضيك يا ابني ويصلح حالك يا حبيبي. انا طبعا ولادي عارفيني اصلا من السنة اللي فاتت، من سنة تالتة كنت شغالة مع تالتة، عندي شام القمر وادم حبيبي، كلهم عارفيني من السنة اللي فاتت. ربنا يديم عليكم، يديمكم نعمة ويحفظكم يا رب ويصلح حالكم يا ولادي. نبدأ كده نستهل حصتنا الجميلة السنة دي. منهجنا منهج جميل، في نفس الوقت الوقت بتاعنا قصير شوية عشان دخول رمضان والكلام ده كله، وإن شاء الله ربنا بيبارك لنا سبحان الله في الوقت وفي كل شيء. بس أهم يا حاجة مس، طب ايه رأيك يا مس اللي انت تعملي لنا مسابقة يا مس في رمضان، على اللي بيبعت واجبات الأول ويذاكر ويبقى أحسن، وتبقى يا مس زي مسابقة كده في الجروب، ان شاء الله، ويبقى ان في شاء الله زي 3 مراكز كده يا مس. اه ان شاء الله تنشر امنيه عن لكم مسابقات كتير جدا في رمضان، مش مجرد بس دي، ان شاء الله استبشروا كل خير. المهم ان احنا دلوقتي بس عايزين منهجنا
يتاخد من اول السنه. يا ريت نقفل المايك، عايزين منهجنا يتاخد من اول السنه، محدش يكسب خالص، واحده واحده كده، وعايزين يعني ما نتكاسلش، واول باول نذاكر دروسنا لواجباتنا، عشان ايه ما نجيش في رمضان نكونوا تعبانين ونلاقي الحاجات كترت علينا والدروس كترت علينا. اول درس عندي اسمه الايمان بالله تعالى ورسله. الايمان بالرسل يا اولادي هو الركن الرابع من اركان الايمان السته. يلا مين شطور يرفع ايده بكل هدوء كده ويقول لي ايه اركان الايمان وايه اركان الاسلام؟ يلا عندي آسر. السلام عليكم يا آسر. ماشي، ممكن أنا؟ آسر عليكم رفع السلام. ايه؟ صباح الفل حبيبي، انا كنت عايزة يا آسر اعرف منك ايه اركان الاسلام يا روحي. أركان الإسلام خمسة: اتفضل، ايه هما؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، حج حج صوم البيت رمضان، وصوم رمضان. الخطيئة لمن استطاع إليه سبيل. الله يفتح عليك، ربنا يزيدك ويعلمنا ويعلمك يا حبيبي، الله يفتح عليك. طيب، البدر حبيبي المنور حياتي حبيبي كلها شام، اللي ضحكتها كانت بتفرح قلبي ودايما ضحكتها يا رب فيها. صباح الفل يا شوشو، صباح العسل. يلا يا شام، كنا عايزين يا شام نعرف أركان الإيمان. بس ينفع انا ادق حاضر، بس خلي الشام الأول تجاوب. اتفضلي يا شام، ايه أركان الإيمان؟ الإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحسنت، قولهم لي يا آدم تاني. الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالأنبياء والرسل والإيمان بالله أولا قبل كل دول، يبقى أنت قلت إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ها، واليوم الآخر. واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الله يفتح عليك يا ابني. هنا أنا قلت إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يبقى معنى كده إن الإيمان بالرسل ده الركن الرابع من أركان الإيمان الستة، اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كلمة إيمان أنا بقول أنا مسلم، لكن إيماني يتم غير أنا مؤمن. مسلم أنا أسلمت وجهي إلى الله سبحانه وتعالى وحققت أركان الإسلام، لكن الإيمان لازم أوصل للمكانة إن أنا أؤمن بربنا إنه واحد لا شريك له، أؤمن بوجود الملائكة وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور، أؤمن بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. نعم يا مالك. الإيمان يمس يعني أحسن من الإسلام في الدرجة، الدرجة أعلى، الله يفتح عليك، درجته أعلى، وأنهم بس الأعلى منهم بالرسل، الإحسان، أعلى منهم الإحسان أعلى الاثنين. منهم الإحسان، الله يفتح عليك، أن نؤمن بالكتب التي أنزلها الله علينا. طيب أنا عايزة إيثار يا روحي. ألو، السلام عليكم يا إيثار. أيوة نور عين المس، إحنا طبعا بنفتح الكاميرات زي شام، محدش يقفل الكاميرا. ها الناس اللي قافلة الكاميرات بلاش، عشان عايزة أشوفكم من زي ما شفتكوش. يلا إيثار، من فضلك يا إيثار، ممكن تقولي لي إيه الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ أو أي واحد منهم؟ هيا روح. القرآن والزبور والله القرآن والزبور، حد عارف حاجة تاني؟ والتوراة والإنجيل التوراة، يوسف. طب قولي يا يوسف لو والإنجيل سمحت شاركني. والإنجيل يا بس والإنجيل، والإنجيل تمام، والصحف والصحف، الله يفتح عليك يا آسر، والتوراة والتوراة. والقرآن برافو، والقرآن الكريم أحسنتم. يبقى أنا والزبور. عندي، أحسنتم، يبقى أنا عندي كام كتاب نزل من الله سبحانه وتعالى؟ خمسة. أول حاجة صحف إبراهيم والزبور، داود، والإنجيل والتوراة على سيدنا عيسى، والتوراة على سيدنا موسى، والإنجيل والقرآن، والقرآن على سيدنا وأخيرا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن النهارده الكريم. بقى هنؤمن، او معنى الايمان بالرسل. بس هستاذن حبايبي وكتاكيتي، اثناء الشرح
هنقفل المايكات عشان اسمعكم وتسمعوني كويس. لما انده على حد يقول يفتح المايك بتاعه، بس الكاميرا افتحوه. مش بس أنزل الله على النبي داوود كتاب الإنجيل صح؟ لا الزبور يا روحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ايسر؟ الزبور يا روحي. ازيك يا ميرال؟ عامله ايه يا قلبي؟ نورتينا. سيدنا عيسى اللي نزل عليه كتاب الإنجيل. الله يفتح عليك. نقفل بقى المايكات ونسمع الدرس. معنى الايمان بالرسل، اول حاجه قال لي ان تؤمن بان الله سبحانه وتعالى ارسل جميع الرسل برساله واحده، هي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. نخطط كده زي ما انا مخططه معاكم. يبقى الرساله اللي ربنا انزلها رساله واحده، وهي توحيد الله، بغض النظر عن اختلاف القوم، بغض النظر عن معلم اختلاف يمشي على الشرائع. ايه؟ توحيد الله يا حبيبي الرساله، لان كل نبي نزل وكل نبي ربنا ارسله الى قوم، ارسلهم جميعا بحاجه واحده، وهي توحيد ربنا سبحانه وتعالى وعبادته دون عبادة أي شيء آخر. نعم يا مالك. أسأل سؤال في الصلاة يا مس؟ طب ممكن تكتبه تخليه ما تنساش آخر الشرح، هقول لك تعالى اسألهم عشان بس إيه زمايلك ما يتشتتوش. رقم 2 في الإيمان بالرسل، أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل ولا نفرق بين أحد منهم. يعني إيه يا مس؟ مش عشان أنا مسلم ما أحبش سيدنا عيسى، لا، أنا بؤمن بكل الرسل، كل آمن بالله كل رسل وملائكته الأنبياء وكتبه ورسله، مفيش نبي مفيش رسول إلا لما نؤمن بهم جميعا، حتى الأنبياء إن إحنا ما نعرفهمش، إحنا مؤمنين بكل الأنبياء وكل رسل ربنا أنزلها. رقم 3، أن نؤمن بجميع ما جاء في القرآن والسنة من أخبارهم ومعجزاتهم. يعني أي سورة أو أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها واحد من الرسل أو واحد من الأنبياء، إحنا مؤمنين بالمعجزات والأخبار والحاجات اللي إحنا نعرفها عنهم، سواء ذكرت في القرآن أو في السنة النبوية الشريفة. رقم 4، ودي أهم حاجة، أن نعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الخاتم آخر الأنبياء الذي أرسل للعالمين هو محمد صلى الله عليه وسلم، نعمل بشريعته ونؤمن بما أنزله الله عليه، لأن النبي بس الحق عايز الذي أسأل حاجة، أنزله الله سبحانه وتعالى وختم به الأنبياء والمرسلين. نعم يا آدم بس اتفضل. عايز أسأل حاجة. أنت اتفضل يا عارفة آدم. يا مس، الأول صلاة سيدنا عيسى صلاة سيدنا محمد، هي قصدي هي يا مس الظهر. ربنا يفتح عليك يا آدم وكتر ألف خيرك. آدم طول عمره ما شاء الله عنده معلومات جميلة، ما شاء الله عليك. أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل عليه السلام لدعوة الناس إلى عبادته وحده لا شريك له. يعني ربنا قال لكل الرسل قولوا للناس اعبدوا الله وحده لا شريك له. رقم 2، هدايتهم إلى طريق الخير. فين طريق الخير؟ نعمل ايه عشان نبقى صح؟ نعمل ايه عشان نبقى ماشيين على الطريق اللي ربنا راضي عنه؟ يقولوا اعملوا كذا وكذا وكذا. وطبعا ده بيدعوهم الى تعليمهم الاخلاق الحسنة، وتبلغهم ايه الحاجات اللي ربنا امر بيها وايه الحاجات اللي ربنا نهى عنها وقال ما تعملوهاش. يبقى مهمة الرسل ايه؟ نكتب جنب الحتة دي كده مهمة الرسل، نكتبها كده مع بعض. يبقى عندي الجزئية دي، لماذا أرسل الله الرسل؟ نكتب جنبها يا حبايب قلبي مهمة الرسل. بس هو ماشي، انتي دي سمعتي مهمة. النسخة القديمة؟ أنا عارف يا مس، إيه لدعوة هي الناس إلى المهمة؟ الصلاة، اتفضل يا مالك قولهم لي. ها، دعوة لدعوة الناس الناس إلى الصلاة. إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. رقم 2، ها، إلى عبادة الله هدايتهم إلى طريق الإيه؟ الخير، وتعليمهم الأخلاق الحسنة، وتبليغهم أوامر الله. طيب أنا عايز أسمع هدى. السلام عليكم يا هدى.
صباح الفل يا هدى، سامعاني حبيب قلبي؟ مس قولي لي يا نور عيني، ايه مهمة الرسل اللي انا قلت عليهم دلوقتي؟ يلا، اول حاجة ايه؟ ها، دعوة مهمة الناس. اقرأي. دعوة الناس و إلى عبادة الله وحده، لا شريك له. بس هدايتهم إيه؟ هنا مش كاتبين لتعريف الناس لتعريف هنا يمس عندنا لتعريف تمام. وهدايتهم إلى طريق الإيه؟ وهدايتهم الخير، الخير وتعليمهم على أخلاق الإيه؟ الحسنة، وتبلغهم أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. طيب مين هم؟ طيب يا ميس، مش الأنبياء كده؟ أصلا؟ هم مش الأنبياء كده صح؟ دول نازلين من السماء كده، ولا طالعين من الأرض، ولا عايشين معانا، ولا إيه حكايتهم؟ قال لك الأنبياء بشر، بشر عاديين عاديين زينا اختارهم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا نظر إلى قلوبهم، إلى قلوب من حولهم، لأن قلوبهم هي أصفاهم وأحلاهم وأفضلهم لحمل الأمانة وإبلاغ البشر باللي ربنا عايزه منهم، وكمان يهدوا كده البشر يا إلى مس. طريق السعادة في الدنيا والإيه والآخرة. يبقى أنا هما إيه؟ هما الأنبياء والرسل ده مجموعة صح. من البشر، ربنا اختارهم واصطفاهم لحمل الأمانة وإبلاغ البشر بما يريده الله سبحانه وتعالى، وهدايتهم لطريق السعادة في الدنيا والآخرة. طيب، كده يا مس عندنا كام نبي اتذكر في القرآن؟ يا مس 25 رسول. نعم يا سيدي، اتفضل. كده صح هو إيه اللي كده صح؟ كده يعني مثلا معلم على كله استنى أشوف. طيب أفتح كده شوية. شاطر يا حبيبي، ربنا يحفظك. ممتاز ممتاز يا ابني، ربنا يحفظك يا حبيب قلبي. نكمل يا ولادي. الرسل اللي ربنا سبحانه وتعالى والأنبياء اللي ذكرهم في القرآن 25. كام يا كتاكيتي؟ 25. طب يا ميس، خمسة لو سمحتي، وعشرين انتي قلتي دلوقتي نبي وقلتي رسول، ايه الفرق؟ ايه الفرق بين كلمة نبي وكلمة رسول؟ كلمة نبي هي أشمل لكل الأنبياء، أما كلمة رسول هي مهمة خاصة لبعض الأنبياء. لا مش فاهم حاجة يا ميس، وضحيني من فضلك. صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. النبي، أي نبي ربنا أرسله وعطاله كتاب، رسالة، الرسالة دي قال له روح قولها للناس، ده اسمه نبي ورسول في نفس الوقت. أخذ اللقبين، لقب إنه هو نبي ربنا اصطفاه واختاره عشان يقول للناس إلى الله ويدعوهم إلى الله، وأخذ اللقب الثاني اللي هو رسول، معاه رسالة بيقول للناس الرسالة دي جاية من عند الله. فكلمة رسول هو عبارة عن نبي ولكن معه رسالة من الله سبحانه وتعالى، اللي احنا قلنا عليهم الخمس رسالات. جميل. زي عايزه سيدنا محمد كده يا مس قبل سيدنا محمد، الرسول بقول عليه نبي وبقول عليه رسول. طب ليه يا مس؟ لان هو نبي من الانبياء، ربنا اختاره لدعوه الناس الى الحق والى عباده الله، وكمان هو رسول ان هو معاه رساله، معاه القران مكتوب من عند ربنا سبحانه وتعالى، رساله مكتوبه وكلام الله سبحانه وتعالى. دي الرساله دي ايه؟ بتدعو الناس الى عباده الله وتقول الاوامر وايه النواهي بتاعت ربنا اللي ربنا عايزها منه. هي نبي أمس علشان بينبهوا الناس إن في ربنا وفي الإسلام وده كله، ورسول علشان لا، هي النبي مش معناها المنبه، لا ده حاجه ثانيه. اما هناك مجموعه من المرسلين او الرسل والانبياء ذكروا في القران الكريم، كم اسم؟ 25 اسم. طب يا ميس هم دول بس؟ لا، ربنا أنزل أنبياء تانيين بس إحنا ما نعرفهمش، ربنا لم يذكر اسمهم في القرآن ولا في السنة النبي.
فايه الحل؟ الحل ان احنا نؤمن بهم جميعا. نؤمن بهم ايه يا حبيب قلبي؟ جميعا، نؤمن نؤمن بكل بهم الانبياء جميعا. والايه والرسل. ايه هم طيب يا حبيب قلبي اللي ذكروا في القران؟ ادم، نوح، ادريس، هود، صالح، لوط، محمد. ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، ايوب، ذو الكفل، يونس. يونس، موسى، محمد وعيسى هارون طبعا، الياس، اليسع، هما داوود، الاثنين. سليمان. بس ثانية واحدة، هو الياس شفتوا يا مسلم؟ اسمه مسلم. لا، ما هي الاسماء كلها مش اسماء مسلمه، اغلب اسماء الانبياء كلها اعجميه حبايب قلبي. يعني ايه يعني اعجميه؟ اسم الياس اعجميه يعني ده لو اسماء مش اسمه كمان عربيه. نفس الحرام. يحيى، نعم يا روح يحيى قلبي، نعم يا ايثار. بس في ماشي، واحد تاني، موسى وعيسى ومحمد، الثلاثة اتذكروا في سورة. طب ثواني، طب ايثار عايزه حاجه. نعم يا ايثار، بتقولي ايه؟ في واحد تاني اتذكر، ايه هو يا روح؟ ثمود. لا، ثمود دي اسم قبيله اللي ارسل اليهم سيدنا صالح، والى ثمود بس اخاهم صالحا. معايا يا ايوه، قلبي؟ ده اسم القبيله نفسها، اسم الناس، الناس اسمهم كده زي اسكندرانيه، صعايده، فلا كده اسمهم كده، اسمهم قريه ثمود، وهي دي قريه بتاعتهم اسمها ثمود، لكن ارسل اليهم سيدنا صالح. نعم يا روح قلب المس. محمد يعني يمثل الاسم يمثل اللي انت كنت قلتيه ده، اللي واحد من الانبياء. الله يفتح عليك. نأتي بعد وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم جميعا. صلى الصلاة الله والسلام عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر رسل الأنبياء. لا، ما هو احنا بنقوله صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء آدم، مش احنا سيدنا بنقول محمد بس. على تمام، أفضل الصلاة عليه والسلام. الصلاة والسلام. نكمل يا ولادي حبايبي، ربنا يصلح حالكم يا رب. نيجي للصفحة التانية، بيقول لي ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الناس أو أرسل الأنبياء دولت إلى الناس، كان لازم يكون معاهم حاجة تأكد إن هم فعلا مرسلين من عند الله. حاجة معجزات. لما المعجزات، حاجة تقول للناس يا جماعة احنا صادقين، والدليل اهو احنا معانا حاجة مفيش بشر يقدر يصنعها او يعملها، فده دليل على ان ربنا اللي خلق الكون كله هو اللي عطاه لنا، وده دليل على ان رب البشر هو اللي مؤيدنا من عنده. ايسن، حاضر يا ايسن، بس انا مش قافله المايك يا ايس. بس لو ينفع يمسى اقول حاجة. حاضر ايس، انا مش قافله المايك يا روحي، المشكله عندك انت، انا مش قافله المايك على حد يا حبيبتي، ربنا يستر حالك يا بنتي. نعم يا ادم، اتفضل. انت عارفة يا مس، اللي كان فيه 2 كفار كانوا قالوا لسيدنا محمد لو انت عملت معجزة قدامنا احنا هنسلم، احنا هنؤمن بيك. فقالوا طب انتوا عايزين ايه؟ فهم قالوا له احنا عايزين القمر ينشق. شمس، فسيدنا محمد لما دعا ربنا والقمر ينشق قالوا اللي هو ساحر. الله لما يفتح. طلعوا بره وسألوا الأشخاص، قالوا لهم وسألوه قالوا لهم احنا رأينا انشقاق القمر. فلما دخلوا راحوا قايلين لي اللي هو الساحر، وبرضه كفروا بيه الله يفتح اللي عليك هو يا عمل آدم. معجزة قدامهم. ما هم بقى ده العناد يا ادم، ده العند اللي يبقى عند الكفار، ان هم وانا مش عارفه اعمل ايه يا ايس. انا بحاول اعمل لك اسك اهوت عشان انت تفتحي المايك من عندك بشكل ممكن، تخرجي وتدخلي تاني يا ايس، اخرجي وتدخلي تاني. بس طب انت عارفة يا مس اللي كان فيه واحد مصري لا بص يا ادم، ما شاء الله انت عندك معلومات كتير قوي، فخلي ايه ناخد اخر جزئيه في الحصه، نخليها لادم يحضر لنا كل مرة ايه مجموعة قصص رهيبة من القصص الجميلة دي. نكمل بقى. أيد الله ماشي. سبحانه وتعالى الرسل بمعجزات لتكون دليل على صدقهم وصدق رسالتهم. من عظيم حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن جعل المعجزات دي في الحاجة اللي برع فيها القوم. يعني إيه؟ إن القوم دولت برعوا مثلا في الطب،
فكان سيدنا عيسى لما أنزل، لما ربنا أرسله إليهم، أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله. بقى الواحد عنده مرض جلدي يمسح عليه كده ويسمي ربنا يخف، واحد أعمى يمسح على عينه ويسمي ربنا يخف. هو نزل في، هم كانوا عندهم براعة في الطب، وهو لما جه سيدنا عيسى أثبت براعته أكتر منهم في الطب. سيدنا موسى لما كان القوم بتوعه كانوا قوم مشهورين بالسحر، فربنا سبحانه وتعالى عطاله العصا وعطاله كل الحاجات دي، ويدخل ايده تحت جنبه تخرج بيضاء من غير سوء كأنها شمس. كل الكلام ده تأييد من الله سبحانه وتعالى على انه اعطاله معجزات فيما برع فيه قومه. فمثلا هنا بيقول لك ارسل الله سيدنا موسى زي ما قلنا في قوم كانوا معروف عنهم السحر، فأتاه الله الآيات اللي عدت قدرة السحرة أصلا. فلما نفس رأوا ذلك أدركوا إن دي معجزة ربانية، ربنا بس أيد ممكن الله أسأل سبحانه سؤال وتعالى بها بس ممكن أسأل فآمنوا سؤال به. ماشي، اكتبوا في ورقة يا دودو، اكتبوا في ورقة حبيبي كده أو على جنبه، وزي ما قلت الملك آخر الحصة اللي عايز حاجة أقول له اللي هو عايزه. مثال آخر، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعث في قوم كانوا أهل فصاحة وبيان، كان العرب مشهورين باللغة العربية القوية السليمة، أسلوب واضح وألفاظ ومخارج صحيحة، محدش يقدر كان يعرف يتكلم زيهم. فجعل الله سبحانه وتعالى معجزة النبي هي القرآن، كلام برضك زي ما هم كلام معجز قرب أو شبه اللي بيقولوه، بس أكتر إعجاز منهم، حتى إن ربنا تحداهم إن يجيبوا آية واحدة أو سورة معرفوش يجيبوا. فتحدى الله سبحانه وتعالى العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا، فقال سبحانه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه، بيقولوا ده هو اللي جابه، هو اللي اخترعه. راح سيدنا محمد ربنا قال له قل لهم فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هنقف بقى هنا وهخرج من معاكم وندخل على نفس اللينك نكمل درسنا كتاكيتي. ماشي، طبعا الله، ندخل بس بسرعة على ممكن نفس يعمل اللينك. سؤال قبل ما نطلع. لا بس لو انا سمعت السؤال اللينك هيضحك عليا، وانا مش عايزة اللينك يضحك عليا. اول ما ندخل قول سؤالك على طول يا ادم. ثانية واحدة يا مس، هو ممكن بقول لك قرنبيع انا ساعتها وبقاء اول ما نزل ندخل على قول حد من سؤالك على طول يا الأنبياء ادم. سيدنا محمد. نعم، هو في أمس أيام القرآن نزلت على حد من الأنبياء أو رسل غير سيدنا محمد؟ لا هو القرآن نزل على سيدنا محمد يا حبيب قلبي. يلا بس هنخرج وندخل بسرعة كتاكيتي بسرعة، يلا سلام عليكم، نفس اللينك. ماشي يا